اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج لايف ستايل على سوبر ماما. انا ياسمين المهيري وهكلمكم النهارده على 12 فكره مفتكسه نقدر نخس بيهم من غير رجيم. تمام. كلي ابطا وخدي وقتك في الاكل. ليه بقى؟ لان بيقولوا انك بتدي فرصه اكبر لمعدتك انها توصل الرساله لمخك انها شبعت، فما تقعديش تاكلي وانتي مش واخده بالك نخلص كده في السريع في 5 دقايق. لا، خدي وقتك، خدي 20 دقيقه مثلا تخلصي الطبق، تقوم معدتك تستوعب وتبلغ المخ، والمخ يستوعب بطنك تقفل. في مقوله بتقول انك لو نمتي اكتر من 7 ساعات ممكن تخسي حوالي 6 كيلو في السنه. الحقيقه انا مش عارفه دي اثبتوها ازاي، ولكن لو انتي نمتي اقل من 7 ساعات فده معناها انك هتجوعي اكتر، فنفسك هتبقى مفتوحه اكتر وهتنطلقي في الاكل اكتر، فنامي اكتر من 7 ساعات. ثالث حاجه، كلي خضار وفاكهه اكتر. اول حاجه ان الخضار والفاكهه مليين فيتامينات ومعادن وكمان ميه، فبتحسسك بالشبع اكتر. انا شخصيا ماليش في الخضار قوي، فالحل ايه؟ ان احنا بنحطه في وسط الاكل. نتاكد مثلا ان السلطه فيها 3 انواع خضار، ان الطبق الرئيسي بتاعنا فيه 2 نوع خضار، فبتضطري تاكليهم وانت مش واخده بالك. حاجه كمان، كلي شوربه. الشوربه بتملى البطن وبتحسسك بالشبع بدري، فما بتعرفيش تعكي بعد كده بقى بالديزرت والحلويات طبعا ما نجيش نقول خدت كريم سوب وشوربه كريمه مش عارفه ايه ونعتبرها شوربه. احنا قصدنا شوربه زي شوربه الخضار او الشوربه الحاجات اللي بتبقى خفيفه ومريحه كده. غير كده كمان في الحبوب الكامله، دي ممكن تبقى زي الرز البني او الشوفان او حتى الدقيق البني والرده اللي بيبقى موجود في العيش البلدي، عشان الناس ما ترجعش تقول مش عارفين نوصل للحبوب الكامله. العيش البلدي اصلا حبوب كاملة. الحاجات دي بتحسسنا بالامتلاء اكتر، فبناكل منها كميات اقل، وكمان بتساعد على خفض مستوى الكوليسترول في الدم. طبعا بعد كده كمان الشاي الاخضر. الشاي الاخضر ليه فوائد عظيمة، بس دي عايزة فيديو لوحدها عشان نتكلم فيه. في ناس كتير بتشكك في فوائد الحبوب الكاملة والشاي الاخضر وبتعتبرهم جايز تقليعة جديدة، بس انا شخصيا جربت الاثنين دول وصدقوني بيفرق. في حاجة كمان، المعدة بتاعتنا بتكتبها هدومي القديمة. انا شخصيا شايفة انها هدومي الرفيعة. لو مثلا في من سنه سنتين كده كان بنطلون كنت لما بلبسه بحس يا ده انا رفيعه قوي او جسمي حلو، باجي دلوقتي اقيسه يا ما بيخشش يا بيخش بالمعافره. ده نحطه قدامنا ونعلقه على الدولاب ونقول هوصل للبنطلون ده. كلي في اطباق اصغر وكوبايات اصغر. لما بناكل في اطباق نقعد نصغر حجم الطبق اللي بناكل فيه نسبيا، بنقلل كميه الاكل اللي بناكلها وبالتالي بطننا بتصغر. نفس الكلام بالنسبه للكوبايات، خاصه واحنا بنشرب العصير او الحاجه الساقعه او كده، كل ما بنقلل حجم الكوبايه كل ما بنتعود ان احنا ناخد كميه من المشروب نفسه اقل. اشربي ميه كتير كتير قوي، على الاقل 2 لتر ميه. الميه اولا بتحسسك بالشبع، تاني حاجه بتقدري تفرقي بين الجوع والعطش، لان جزء كبير جدا مننا مش بيعرف يفرق بين. الحاجه التانية انك لما بتشربي كوبايه ميه ساقعه بتساعدك على حرق 25 سعره حراريه في اليوم، لان الميه الساقعه بتفرض على الجسم انه يحرق اكتر عشان يقدر يتعامل مع درجه حراره. النظريه الاساسيه، ودي الحاجه الاخيره اللي هنقولها النهارده، النظريه الاساسيه لفقدان الوزن هي ان الواحد يحرق اكتر ما بيدخل في جسمه. من ضمن الحاجات اللي ممكن تساعدنا ان احنا نحرق مثلا 100 سعره حراريه، لو جريتي 10 دقائق في اليوم، او لو مشيتي تلت النص ساعه، او لو مثلا جيتي تعملي شغل البيت اللي بيحتاج مجهود لمده 40 دقيقه. الحاجات دي بتساعدنا ان احنا نحرق 100 سعره، فتجمعي 100 سعره من هنا على 100 سعره من هنا ان شاء الله يعني تحرقي اكتر بكتير من اللي انت بتستهلكيه. دي كانت الافكار اللي معانا النهارده. جربتي حاجه منها قبل كده؟ طب قولي لنا نجحت ولا لا. هل عندك افكار تانية ممكن تحبي تشاركينا بيها عشان نجربها احنا كمان؟ اكتبيها لنا في التعليق على الفيديو ده. احنا كده في نهايه برنامجنا لايف ستايل على سوبر ماما. هستناكم الثلاثه الجايه.